أيضا مشاهدينا الكرام، الآن ما زلنا مع حضراتكم في الشأن التركي، وتحديدا في هذا الهاشتاج الذي ذكرنا أو نوهنا عنه منذ قليل بعنوان أردوغان يدعشن ليبيا. إذا نقرأ مع حضراتكم بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت نفس الهاشتاج الذي ذكرناه. أنس المطيري بيذكر أو يكتب على صفحته: بعد التدمير الذي أحدثه أردوغان في سوريا والعراق، ها هو يجد أرض أخرى لنشر دواعش فيها وهي ليبيا. أردوغان ينشر أكثر من 1600 داعشي، يغذيهم بالأسلحة والرواتب من أجل إنهاك الجيش الوطني الليبي وجعل ليبيا عبارة عن حرب شوارع. هاشتاج أردوغان يدعش ليبيا. التغريدة الأخرى من متابع اسمه نايف: بعدما نشر الخراب والفساد في سوريا والعراق، الآن يتجه إلى ليبيا التي لا تربطها مع تركيا أي حدود، تحت نفس الهاشتاج. وأيضا متابع آخر: الإرهاب منبعه النظام التركي الذي يغذي الفرنسي والدمار الفوضى والدمار، حيث أن ليبيا الآن أمام خطر محدق بالبلاد في وجه المعارضات التركية التي تسعى إلى تمويل طرابلس إلى ساحة حرب وتحقق بذلك مساعيها الدنيئة والأطماع التوسعية.